إذن المشاهدين شوف تبي تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات. إذن أول حاجة كان واحد ديديكاس هذه تحية للطاكسي، شحال رقم أخويا؟ 811 تحية الناس ناس طاكسيات تبارك الله عليهم، تحية نضالية. إذن خوتي خواتاتي الحصيلة اليومية اليوم بقلب طاكسي حمراء هنا بمدينة وجدة. إذن حصيلة ديال كوفيد 19 في المنطقة الشرقية كاين 6 ديال الحالات جديدة وصفر حالة وفاة بطبيعة الحال. نتمنى إن شاء الله الخير. كنلاحظوا بلي انه اليوم الحصيله اليوميه على المستوى الوطني هي 120 حاله، وكان حاله وفاه واحده، يعني كنشوفوا بلي انه الحاله الوبائيه مستقره جدا بهذا المعنى هذا. اذا الواحد يحذر راسه صافي باش ما نعاودوش نرجعوا للايام الخوالي كما كنقولوا حنايا. دابا كاين تخفيف وكاين مجموعه على الامور، غادي يكونوا علاجات، غادي يكونوا بزاف الحوايج، ولكن صراحه حنايا كنا نتوقعوا فهاد الاسبوع اللي وقع فيه التخفيف غادي عدد الحالات غادي يرتفع، ولكن الحمد لله ما كانش ارتفاع. هذا كيبين لانه الدعوه مستقره، المناعه الجماعيه اقتربت، كذلك يعني القضيه راها مزيانه 5-5. كنتسناو تلقونا التيرانات شو تفرجوا المولوديه ياك ان شاء الله. للاسف كما كتشوفوا تلقوا مجموعه ديال التيرانات اللي غادي يكونوا فيهم مقابلات بجمهور، والملعب ديال مدينه وجده ما عرفناش علاش تلقوه، تلقوه غير ديال النهضه البركانيه ديال بركان، حيت يمكن سي فوزي القجع من بركان يعني ما عطاش اهتمام. وهذاك هو هذا هو الاشكال اللي كاين، ما فهمناش يعني هاد الحاجه. هذا مو حتى ملعب شرفي، راه اكبر وملعب كبير على الملعب البلدي ديال بركان. نتمنوا انه يدير اعاده النظر، لانه الجماهير تاع جمهور وجده راه عنده الترا وعنده جمهور قديم والترا اللي مجهده وعنده جماهير اللي كبيره، عكس النادي النهضه البركانيه اللي بان يلا هذه واحد 11 سنه ولا 10 سنين، يعني ما نقارنوش بواحد النادي اللي كبير صراحه للاسف. كنتمنى ان شاء الله الخير طبيعه الحال. هذه غير دخلت في قلبي كان كالين اخويا نهضر صراحه. كنشوفوا حنايا المدينه ديالنا وعندنا ملعب كبير وملعب وجمهور كبير ونادي اللي بدا اول كاس عرش عنده تاريخ كبير، وفي الاخر داك الشيء اللي كاين. اذا نتمناو الخير بطبيعه الحال. اذا جبناها هذه في اطار الحاله الوبائيه، نتمنوا انه تاخذوا الاحتياطات ديالكم وصافي، وان شاء الله الدوله راه دايره لجميع الناس اللي غادي يدخلوا من برا. كاين الناس اللي غادي يدخلوا بجا يعني راه باينه، وكاين الناس اللي غادي يدخلوا بي سي ار راه غادي تشدد عليهم مراقبه وغادي تعاود لهم البي سي ار من جديد بهذا المعنى هذا، باش ما وقعوش شي كارثه. لان حنا كما كنعرفوا جميع الحالات اللي ولا هذا الانتشار ديال الوباء كله جا من برا. اول حاله ولا اول حالتين جاو نهار الاول جاو من ايطاليا، ما تعقلوا على الضجه ديال 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 احلى بطاطا ديديكاس البطاطا. اذا كما قلت لكم يعني الحالتين الاولى كانوا جاو من طاليان، حتى شفنا واحد ضجه كبيره رانا تحدى مستشفى مولاي يوسف اللي صراحه في الاول ضحكاتنا، ولكن بعد 20 يوم هجرنا لينا داروا واحد حضره التجول، حضره التجول الحجر الصحي يعني من لو 5 حتى لو 20 لو 20 ايام بدا الحجر الصحي. يعني شفنا شوارع فارغه وشفنا مجموعه على الامور. الحمد لله اليوم من بعد عام و8 شهور الامور تغيرت بزاف، توالفنا ولفنا، ولكن واخا باقي واحد الضغط نفسي كما كنقولوا حنايا، ولكن الحمد لله. اذا الاخوان والاخوات نذكركم بالحصيله اليوميه الوطنيه 120 حاله، و كما قلت لكم يعني ديك الوقيته كانت الامور مبدله. اليوم الحمد لله واخا كان واحد الضغط نفسي، ولكن الامور غاديه مزيان بطبيعه الحال. اذا الاخوان والاخوات نتمنى انه تحذروا راسكم، الانسان يحاول المهم باش ما تفاجئوش في مفاجات، لان الامور دابا عاديه جدا. واحد يحذر راسه وصافي، الشيء اللي نقدر نقول. ماشي نقدر نقول لكم شي حاجه اخرى، لانه الحمد لله قريبا وصلنا مناعه جماعيه، ولكن رغم ذلك الى انتشر الوباء راه 5 مليون نسمة راه بالنسبه للشعب المغربي راه اقليه، ولكن بالنسبه للسعه الاستيعابيه والمستشفيات راه واحد الحاجه اللي في شكل. إذا تحية طيبة وتبارك الله عليكم.